السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومات جديدة. بنحل مع بعض صفحات مهمة، هي صفحات Speaking and Writing Corner، بتدربنا على مهارة حل المحادثة ومهارة حل الباراجراف. ومعنا النهاردة صفحات من يونت 5 من الوحدة الخامسة، منهج تالتة إعدادي الترم الأول 2025. بنحل المنهج بالكامل وبنحل صفحات، وإن شاء الله قريبا هننزل حل امتحانات المحافظات كتاب أويك إز إناف. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ مع بعض. بيج 253، صفحة 253. هنا بيقول لي المحادثة بعنوان سمر عبد الفتاح. الخطوة الأولى أو ستيب 1 فوكابلري، كلمات، هي محادثة ناقصة كلمات. What are you doing now؟ بتعمل إيه الآن؟ I am listening to a speech، أنا بستمع إلى خطبة، يبقى speech خطبة. What is she interested in؟ هي كانت مهتمة بإيه؟ She is interested in space، كانت مهتمة بالفضاء، هنا space بمعنى الفضاء. Where did she study؟ أين درست؟ Where did she study؟ She studied in Keio University. يبقى where did she study؟ هنا بيقول لي هندسة الفضاء. هندسة الفضاء يبقى space engineering. أين درست؟ Space engineering، هندسة الفضاء. طبعا في الامتحان مش هيجيب لي الكلمات بالعربي، بس هنا بيساعدني بس. Where did she study space engineering؟ She studied it in Cairo University. ده الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بتبقى محادثة كاملة. Speaking التحدث. Finish the following dialogue. اكمل المحادثة الآتية. زينب is listening to a speech online. تستمع إلى خطبة على الإنترنت. سلوى بتقول What are you doing now؟ بتعمل إيه دلوقتي؟ أي من فوق، أنا بستمع إلى خطبة. يبقى I am listening to a speech، أنا بستمع إلى إيه؟ إلى خطبة. عايزين نكتب أونلاين مش مشكلة. Who is giving a speech؟ مين اللي بيلقي الخطبة؟ قالت إجابة، قالت لها What is Summer عبد الفتاح interested in؟ يبقى مين اللي بيلقي الخطبة؟ هتبقى سمر عبد الفتاح. سمر عبد الفتاح is giving a speech، أو سمر عبد الفتاح بس. What is سمر عبد الفتاح interested in؟ هي مهتمة بإيه؟ هقول مهتمة بـ space الفضاء. يبقى she is interested in space، هي مهتمة بالفضاء. سؤال إجابته because she wants to be an astronaut، لأنها تريد أن تكون رائدة فضاء. يبقى why، لماذا؟ why بس صح، دي إجابة مختصرة صح. وممكن نقول why is she interested in space، ليه هي مهتمة بالفضاء. ثم سؤال إجابته she studied space engineering، درست هندسة الفضاء in Cairo University، في جامعة القاهرة. يبقى السؤال where، where يعني أين، هنا ماضي تبقى did. where did she study، أين درست space engineering، هندسة الفضاء. والإجابة she studied space engineering in Cairo University، في جامعة القاهرة. المحادثة الثانية هنا بيقول لي مجدي عبد السيد. هنا اليونت ده فيه شخصيات مهمة لازم نحفظ عنها معلومات عشان ممكن تجيلي في الامتحان. Who is مجدي عبد السيد؟ He is an art for disabled people. He is a campaigner، هو ناشط أو مناضل. لذوي الاحتياجات الخاصة. How was his life as a child؟ كيف كانت حياته كطفل؟ His life، حياته، was full of، كانت مليئة به، challenges، التحديات. When he was a child، عندما كان طفل. Does he still help people؟ هل ما زال يساعد الناس؟ Yes، نعم. He works with a charity، هو بيشتغل مع مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية. دي الخطوة الأولى في حل المحادثة. الخطوة الثانية محادثة كاملة. مالك is reading an article، مالك بيقرأ إيه؟ مقال. About مجدي عبد السيد. What are you reading مالك؟ بتقرأ إيه يا مالك؟ هيقول له I am reading an article. I am reading، أنا بقرأ. An
ارتكل، مقال. قال له وات از ذيس ارتكل اباوت؟ طب المقال ده عن ايه؟ هقول ات عايده على المقال. ات از اباوت هو بيكون عن مجدي عبد السيد. يبقى افهم المحادثه قبل ما احلها. سؤال اجابته مجدي عبد السيد از كامبينر، هو ناشط فور ديسيبلد بيبل. يبقى ممكن نقول من يكون مجدي عبد السيد؟ يبقى هو از، من يكون مجدي، ونكتب عبد السيد عشان المكان، مجدي عبد السيد. مجدي عبد السيد از كامبينر، هو ناشط فور ديسيبلد بيبل، لذوي الاحتياجات الخاصه. سؤال اجابته his life was full of challenges، حياته كانت مليئه بالتحديات. when he was a child، عندما كان طفل. يبقى how was، كيف كانت. how was his life، كيف كانت حياته. as a child، كطفل كانت مليئه بالتحديات. does he still help people، هل ما زال يساعد الناس؟ هقول له yes، نعم. He works with a charity، هو بيشتغل مع مؤسسة خيرية. هنا يجيب لي بايوجراف عن سمر عبد الفتاح أو عن مجدي عبد السيد. طبعا لازم نكون عارفين معلومات عن الشخص ده ونقدر نتكلم عنه. نفتح مع بعض بيج 357، هنقرا بايوجراف عن سمر عبد الفتاح. قال لك في الامتحان اكتب عن قدوتك، ممكن اتكلم عن سمر عبد الفتاح، اتكلم عن علم الفضاء، ممكن اتكلم عن سمر عبد الفتاح، اتكلم عن سمر عبد الفتاح، هكتب نفس البراجراف. نفتح مع بعض الصفحة نفهم الفكرة ونكتب زيها. بيج 357، صفحة 357. لو جاب لي البراجراف عن سمر عبد الفتاح أو حتى a biography of my role model، عن نموذج لقدوة ليا، ممكن أتكلم عن سمر عبد الفتاح. يبقى اختلاف العنوان لكن هو نفس الموضوع. هنكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، هنسيب مسافة أول السطر. سمر عبد الفتاح is my role model، هي قدوتي. As a young child، كطفلة صغيرة السن، سمر wanted، أرادت سمر، to be an astronaut، أن تكون رائدة فضاء. After she finished school، بعد ما خلصت المدرسة، she went to، ذهبت إلى، Cairo University، جامعة القاهرة، to study، لكي تدرس، space engineering، هندسة الفضاء. While summer was at university، بينما سمر في الجامعة، a space technology company، شركة تكنولوجيا فضاء، هذا competition، كان عندها مسابقة أو منافقة أو منافسة. students، الطلاب، had to design، كان لازم يصمموا a new form، شكل جديد of transport، لوسائل النقل، that travels above the ground، يسافر أعلى الأرض. it is called hyperloop، يسمى hyperloop. summer decided to enter the competition، قررت summer أن تدخل المنافسة. teams of students، فرق من الطلاب. from universities، من الجامعات. all around the world، من جميع أنحاء العالم. entered، دخلوا. but summer's team، بس فريق summer، was the only one، الوحيد. from Africa، اللي كان من أفريقيا. or the Middle East، أو الشرق الأوسط. they worked hard، عملوا بجد. on the design، على التصميم. and won، وفازوا. the competition، بالمنافسة. summer traveled، سافرت summer. to America، الأمريكا. to receive، لكي تستلم. the award، الجائزة. I really admire her، أنا حقا معجب بها. يبقى بنكتب العنوان في نص السطر، بنسيب مسافة أول سطر. بيكون عندي معلومات عن الشخص اللي بكتب عنه، فنحفظ معلومات عن الأشخاص اللي موجودة بالمنهج. بيج 269، صفحة 269. وإزاي نحل المحادثة؟ هنا محادثة بعنوان The World Cup، كأس العالم. vocabulary، الكلمات. محادثة ناقصة كلمات. What is the most popular world football competition؟ يعني إيه أكتر مسابقة شعبية محبوبة لكرة القدم في العالم؟ يبقى competition، مسابقة. it is the world cup، كأس العالم. when is it held، متى عقدت؟ it is held، تم عقدها. every 4 years، يتم عقدها كل 4 سنوات. who is the best not in the world، I think Brazil. يبقى who is the best team، من أفضل فريق في العالم؟ أعتقد البرازيل. ثم الخطوة الثانية، محادثة كاملة. سامي أند صلاح are talking about، بيتكلموا عن the World Cup، كأس العالم. سامي بيقول what is the most popular world football competition،
ايه اكتر مسابقة او منافسة لكرة القدم محبوبة او منتشرة في العالم؟ قال له it is انها تكون the World Cup، كأس العالم. The World Cup. سؤال اجابته it is held every 4 years، بتعقد كل 4 سنين. يبقى when is it held، متى تقام؟ كل 4 سنين. سؤال اجابته it was last held in Qatar 2022، اخر مرة اتعملت في قطر في عام 2022. يبقى where was last held، اخر مرة اقيمت فين؟ قال له في قطر في عام 22. Did Egypt take part in it، هل مصر شاركت فيها؟ هقول له yes I او yes it did او yes Egypt took part in it. What is the best team in the world، مين افضل فريق في العالم؟ طبعا اللي تابع هيقول ايه؟ ارجنتين، الارجنتين. يبقى ارجنتينا is the best team in the world. المحادثة الثانية عن helping people، مساعدة الناس. How can you help other people؟ كيف تستطيع أن تساعد الناس؟ I have created an app، أنا عملت تطبيق. An app اللي هو اختصار لكلمة application، تطبيق. What does your app do؟ التطبيق ده بيعمل ايه؟ It helps people organize، بيساعد الناس في تنظيم. Organize their homework، واجبهم، and school work، والعمل المدرسي. Have you got a job at a big company؟ هل حصلت على وظيفة في شركة كبيرة؟ Yes I have. It is in Cairo، فين؟ في القاهرة. Bushra and Hania are talking about helping people، بيتكلموا عن مساعدة الناس. Bushra بتقول do you like helping people، هل بتحب تساعد الناس؟ Yes I do، أكيد طبعا. How can you help other people، إزاي بتساعد الناس الآخرين؟ قالتلها إجابة، قالتلها really، سؤال I created an app، يبقى هنا إزاي بتساعد الناس؟ قالتلها I have created، أنا عملت an app اللي هو application، تطبيق. حقا سؤال إجابته أنا عملت تطبيق اللي بيساعد الناس ينظموا العمل أو الواجب والعمل المدرسي. يبقى what does your app do، التطبيق بتاعك بيعمل ايه؟ بيساعد الناس ينظموا الواجب والعمل المدرسي. That sounds great، يبدو رائع. سؤال اجابته no I haven't created another app yet، اشيل no I haven't، تبقى have you، هل عملت تطبيق تاني؟ have you created، عملنا عملية مقص، I haven't بقت have you created another app yet، قالت لها لأ. Have you got a job at a big company، هل حصلتي على وظيفة في شركة كبيرة؟ قالت لها نقط it is in Cairo، يبقى yes I have، أيوة الشركة فين؟ في القاهرة. دي طريقة حل المحادثة. هنا جايب لي باراجراف عن the World Cup، كأس العالم، أو عن helping people، مساعدة الناس. نتكلم عن كأس العالم. أول حاجة العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. تاني حاجة نقول مثلا إن the World Cup، نسيب مسافة أول سطر، هناخد بس الفكرة عشان المكان. The World Cup يعني كأس العالم is the most popular World Football Competition، هي أكثر مسابقة منتشرة محبوبة في العالم. نحط فول ستوب ونبدأ. It is held، تقام، every 4 years، كل 4 سنوات. I think، أعتقد، Brazil، البرازيل،
is the best team أفضل فريق in the world في العالم. يعني بتكلم معلومات، ممكن أقول it was held أقيمت in قطر في دولة قطر in 2022. It was amazing، كانت مدهشة. دي الفكرة، بيكون عندي معلومات عن الموضوع، بكتب العنوان في نص سطر، بسيب مسافة أو سطر حرف الأول كابيتال، وفي نهاية كل جملة فول ستوب. بيج 280 صفحة 280، وتدريب على سؤال المحادثة. عمر won an award for his voluntary work، فاز عمر بجائزة لعمله التطوعي at a hospital في مستشفى for children للأطفال. عمر وعلي هلو I have got some good news، أنا عندي أخبار جيدة. قال له هلو أهلا، قال له سؤال إجابته I won an award، أنا فزت بجائزة. يبقى what happened، إيه اللي حصل، أو what's the news، إيه الأخبار. What happened، قال له I won an award، قال له that's a great achievement، ده إنجاز رائع. ثم سؤال إجابته because I helped at a hospital for children، لأن ساعدت في مستشفى للأطفال. يبقى why، ليه، أو ليه فزت بالجائزة، يبقى why did you win، دي صح ودي صح. an award، عايز تكتب why بس أو why did an award، ليه فزت بالجائزة، عشان ساعدت في مستشفى للأطفال. how did you feel when you won the award، كيف شعرت لما فزت بالجائزة. هقول I felt happy، أنا كنت سعيد، أو excited مثلا متحمس. Would you like to join this voluntary work، هل تحب أن تنضم للعمل التطوعي. هيقول له yes أو sure، بالتأكيد. How can I help in that hospital، إزاي أساعد في هذه المستشفى. ممكن أقول له you can join a charity، ممكن تنضم للمؤسسة الخيرية، وهي إيه اللي تنظم بقى الموضوع. بيج 285 صفحة 258، وتدريب على سؤال القطع والمحادثة. My friend Aya has always loved writing stories، دايما حبت كتابة القصص and poems والقصائد. When she was 6 لما كان عندها 6 سنوات she won a prize، فازت بجائزة for a poem لقصيدة she wrote، هي كتبتها. She has already written a book، كتبت كتاب of stories للقصص. Now الآن she's writing her second book، بتكتب كتابها التاني. But she hasn't finished it yet، بس هي لسه مخلصتوش. يبقى why did Aya win a prize، ليه Aya فازت بجائزة. هقول for a poem she wrote، للقصيدة اللي هي كتبتها. يبقى اقرأ القطع وأحل السؤال ثم المحادثة. فاطمة is asking هدى about her new job، بتسألها عن وظيفتها الجديدة. نقرأ المحادثة كلها، نفهم فكرتها ونبدأ نحلها. فاطمة بتقول هاي هدى، أهلا يا هدى. Which university، أنه جامعة did you study at، بتدرس فيها. قالت لها هاي فاطمة، قالت لها إجابة. قالت لها do you have، أجوب عندك وظيفة، قالت لها إجابة. قالت لها سؤال، قالت لها I am a computer programmer، أنا مبرمجة كمبيوتر. In a great company، في شركة رائعة. When did you start this job، امتى وظفت، امتى بدأتي هذه الوظيفة. قالت لها إجابة. قالت لها سؤال، قالت لها I have worked there for 8 years، لمدة 8 سنوات. يبقى فهمنا الفكرة، نبدأ نحل. أهلا يا هدى، أنا جامعة درست فيها. هقول I studied أي جامعة، طول ما هو مش محدد. أنا درست at كايرو University، في جامعة القاهرة. Do you have a job؟ Yes I do، أيوة. هنا What's your job؟ إيه وظيفتك؟ أنا مبرمجة كمبيوتر في شركة رائعة. When did you start this job؟ إمتى بدأت هذه الوظيفة؟ Last year، أو I started this job last year، دي صح ودي صح، السنة اللي فاتت. سؤال إجابته أنا اشتغلت لمدة 8 سنين. يبقى how long، كام المدة، بسأل عن المدة. Have you worked there، اللي اشتغلتيها هناك. وبكده يبقى خلصنا صفحات مهمة، هي صفحات بتدربنا على مهارة كتابة
كتابه الباراجراف وحل المحادثه من يونت 5 ثالثه اعدادي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.